فعلا لو تيسفقوا الاخوان خليهم يسالوا تسفقوا لهم لان المحطه ما كاينه المحطه لا والو حتى تشوف الناس مكرسين بالحوايج ديالهم وتيجي واحد مع السفاحي بحال تاي الشارع عامر كلشي عامر خاصو يكون شويه ديال النظام باش حتى حنا بينا نبانو بالمستوى حتى الا كانت شي حاجه على قبله نكونو حتى حنا باينين مزيانين بحال الناس اسمحوا لي سي حميد الى سمعتيني فكرة اخر الاسبوع ان شاء الله غادي يعطيونا باش نلونسيو المارشي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم حنا معاكم في اي حاجه بغيتونا نفتح الله يبارك فيك نعم سيدي هذا هو في كل عتابي جاوب السيد على المراحل عفاك المحطه داخله في التهيئه المحطه راه داخله في التهيئه ديال التصميم ديال الاعتاب راه المحطه الطرقيه داخله في التصميمه وداخله حتى هي في البروغرام ديال لاميناجمون ديالها وكاين عندها اعتماد المحطه هاد السيد اللي سولنا قبيله على المراحل راه كاينين غادي يتصاوبوا راه الا شتي قبيله المراحل راه المجلس صادق عليهم باش يتصاوبوا الاخوان ديال المجلس هما كاينين راه عارفين هادشي راه كاينين غادي يلونسيوها في المارشي سيري